خوتي المغاربة، وأخيرا الأسد المغربي اللي هو ياسين بونو احتل المركز الثالث عشر عالميا، وهذا شرف لنا كمغاربة صراحة، شرفنا وشرف المغرب كامل. وهنا غادي نناقش معكم أخوتي هذا الموضوع بالمختصر المفيد، ونشوفوا شكون اللي بدا الكرة الذهبية. ومرحبا بنا ومرحبا بكم أينما كنتم وارتحلتم، ونبداو على بركة الله. نبداو بميسي. ميسي اخوتي اللي هو احتل المركز الاول عالميا، وهو اللي ادى الكره الذهبيه. وصراحه باش نكون واقعيين، ميسي عطى هذا العام الكره، يعني تبارك الله اللهم بارك، كان عنده مكانه كبيره في الكره، وعطى عطى عطى بالخصوص في كاس العالم، يعني بين راسو باش نكونوا واقعيين. انا ماشي كنقول هكاك زعما عندي مع ميسي اولا كنشجع ميسي، انا ما عنديش مع ميسي باش نكون واقعي معكم، والله ما عندي معه، ولكن هنا كنهضروا على الكره واش لعب او ما لعبش. صراحه بين وعطى عطى واحد المجهود اللي هو كبير، اللهم بارك. غادي ندوزو للمرتبة الثانية اللي هو هالاند. هالاند سيدي جا في المرتبة الثانية، صراحة هالاند هو كيستاهل يديك الكرة الذهبية لأنه لعب، اللهم بارك. مبابي محبوب المغاربة جا في المرتبة الثالثة. مبابي صراحة مبابي والله إلا كان تيستاهلها، والله سيدي مبابي كان تيستاهلها بالله، لأنه مبابي اللهم بارك حنا كمغاربة كنحبوه، وفهمتي وخلى واحد الصورة زوينة في كأس العالم، بالخصوص فاش كانوا أشرف حكيمي فهمتي بناتهم واحد الصحبة قوية اللهم بارك. وندوزو نشوفو كريم بنزيما اللي كان في السنة الماضية، يعني السنة اللي فاتت هو اللي دا الكرة الذهبية. صراحة في السنة هذه تراجع بزاف 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 بزاف، وجا في المرتبة 16. كريم بنزيما هاد السنة هذه ما عرفتش علاش تراجع، لأنه واش المستوى ديالو زعما كان ضعيف بزاف أو لا. المهم شوف الكرة هي هادي كل سنة ولما تتعطي. شوف كريستيانو ما جاش في اللائحة مرة، هذه هي الكرة، يعني الكرة ماشي دائما غادي تصنفك انت مزيان او ما مزيانش، لانك على حسب السنة كيفاش كتكون التعامل ديالك انت وكيفاش كتلعب. يعني الا كنتي كتلعب بامتياز راه غتحسب ليك، كنتي اداء ديالك ناقص راه غيتحسب لك. ما علينا، كريم بنزيما جا في المرتبة 16. وهنا خوتي غندوزو مباشرة لمحمد صلاح فخر العرب. محمد صلاح اخوتي صراحة تبارك الله اللهم بارك جا في المرتبة 11 عالميا، وهذا شرف للعرب كاملين. وغندوزو اخوتي بكم عاوتاني مباشرة لمودريتش. مودريتش اللي جا في المرتبة 10. هنا اخوتي اش غنقول لكم، انا عطيتكم الاسماء اللي حاليا معروفة. المرتبة كيف تقولوا القائمة طويلة، والحمد لله كل واحد المجهودات ديالو فين وصلاتو. وهنا غادي نرجعو لياسين بونو اللي هو الاسد المغربي. صراحة كنتمنوا انه باش يدي احسن لاعب في العالم، لانه كيستاهل. وانتم كيف تشوفوا اللهم بارك كيفاش كان تيلعب وكيفاش عطى، يعني حارس ممتاز وبين اللهم بارك، وكنتمنوا ليه مسيره موفقه. خوتي المغاربه احنا كمغاربه والله العظيم شرفنا ياسين بونو، وعطى تبارك الله واحد المجهود غزال، واحد المجهود جبار في الكره، وشرفنا وشرف بالقميص المغربي ولينا الشرف اخوتي. انتم اخوتي ما تنساوش لي كومونتير، عطيونا الاراء ديالكم، شنو بان لكم، واش هادشي يستاهل ياسين بونو انه يكون في المرتبه 13 عالميا او لم يستاهل؟ لانه صراحه انا كمغربي والله الا كنقول يستاهل انه يكون ماشي في المرتبه 13، يستاهل يكون في المرتبه واحد بروميير، لانه كان واحد الحارس اللي ممتاز، واحد الحارس اللي رائع. ولكن الحمد لله منين جا في المرتبة 13 عالميا كأحسن لاعب عالميا في المرتبة 13، هذا كيتسمى حتى هو شرف لنا كمغاربة، والله العظيم. يعني صراحة شوف كريم بنزيما اللي دا الكرة الذهبية العام اللي فات، تراجع شوف شحال تراجع من بروميير يعني حتى 16، يعني من مرتبة واحد للمرتبة 16، يعني تراجع بواحد الطريقة اللي هي كبيرة. وحنا حارس باش يوصل في المرتبة 13 عالميا، هذا شرف لنا أخوتي والحمد لله. وديما كنقول لكم خوتي ان شاء الله يا ربي ديما غنوعدكم فيديوهات جداد، واليكم احلى تحياتي ايها المغاربه الاحرار اينما كنتم وارتحلتم. ما تنساوش اخوتي لي كومونتير ديالكم، تعالى انيكم وناقشوا معنا الموضوع بالمختصر المفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.